نروح للتغريدة الثانية من حساب نادي الصقور السعودي. نختلف في اللغات وتجمعنا الصقارة. يعني بالفعل شهد المهرجان واستطاعوا أنهم يشاركون الجميع شغفهم وحبهم لهذه الطيور. يعني نقدر نقول أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يجمع الأجداد والأبناء والأحفاد وأيضا الأجانب المحبين لهذا الجمال، كل المتواجدين في الرياض ليفوتكم فعلا هذا المهرجان.